الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. ينشط موسم الدجل مع نهاية كل عام وبدايته تحت ما يسمى بالحظ والأبراج، كما يوجد التباس كبير بين التنجيم كخرافات والفلك كعلم. فدائرة الأبراج المستخدمة في التنجيم هي جزء من الكوكبات النجمية التي تشمل كل القبة السماوية، والتي يبلغ عددها 88 كوكبة نجمية، ولكل تجمع نجمي اسمه الخاص، ولكل اسم قصته الأسطورية. من هذه الأبراج برج الحمل، فما الأسطورة وراء اسمه؟ يقع برج الحمل في نصف الكرة الشمالي من السماء، وهو أحد الأبراج السماوية التي صنفها الفلكي اليوناني بطليموس في القرن الثاني. يحتوي برج الحمل على العديد من أبرز العناصر الكونية العميقة، من بينهم المجرة الحلزونية NGC 772، والمجرة القزمة وغير المنتظمة NGC 1156. وقد ميز البابليون برج الحمل على شكل مزارعة، وكان المحطة الأخيرة لمسير الشمس. لاحقاً غير البابليون اسم البرج إلى الحمل، ولا يعلم أحد سبب هذا التغيير في الأساطير البابلية. عادةً ما يرتبط برج الحمل مع أسطورة الصوف الذهبي في الأساطير اليونانية. وبحسب الأسطورة قام الحمل الذهبي الطائر الكبش بإنقاذ فريكساس وأخذه إلى مملكة كولشيس، حيث قام فريكساس بتقديم الحمل كأضحية للآلهة، وعلق صوفه الذهبية في حقل آريس تحت حراسة التنين. كان فريكساس ابن ملك إقليمي بويوتان، وله أخت توأم تدعى هيلي. كانت زوجة الأب إينو تكره التوأم وتريد التخلص منهما، فجاءت بخطة لبلوغ هدفها. سببت إينو مجاعة عمت المملكة، وذلك بتخريب محاصيل القمح. دفع ذلك الملك لإرسال رجل من رجاله لسؤال الكاهن في معبد ديلفي عن سبب فشل المحاصيل، ولكن زوجة الأب إينو قدمت رشوة كبيرة لرسول الملك ليكذب ويقول إن الكاهن طلب التضحية بأولاد الملك فريكساس وهيلي كي لا يتضور الشعب جوعا. أرسلت إلهة الغيوم ووالدة التوأم نيفيلي الحمل ذو الصوف الذهبي لإنقاذ التوأم، فأخذهما وطار بهما قاصدا مملكة كولشيس. وصل فريكساس بأمان إلى المملكة، إلا أن هيلي سقطت عن ظهر الحمل وغرقت في البحر في مضيق سمي هيلوس بونيت تيمنا بها. حط فريكساس على طرف البحر الأسود، وقدم صوف الحمل الذهبي إلى ملك كولشيس امتنانا له على حسن استقباله، وبالمقابل زوجه الملك ابنته. أما زيوس فوضع الحمل في السماء كنوع من الامتنان لتضحية الحمل العظيمة في إنقاذ التوأم. شكراً لإصغائكم مستمعينا.